تعالوا نتصور كم صورة بكاميرتي الجديدة. يا الله ما أحلاها لهالكاميرا، بتطالع صور فورية بتجنن. واو، هاتوا نشوف كيف طلعت الصورة. ما تبلى يا خلودة، طالع قمر. أحسن شي أقعد أرسم عليها شوية رسمات ولونة. أقعد ورا مكتبي وبلش تلوين وتزبيط فيها. والله عم فكر أول شي حط هاي الستيكر على راسي. والله شكلها طلع كثير لذيذ، كأنه في شي على جبيني. لك هاي الستيكر يلي حطيتها على الصورة، كيف انتقلت من الصورة لراسي؟ والله شي غريب. هاتوا لنجرب نحط شغلة تانية. لحط هدول النظارات على صورتي وشوف شو بده يصير. يلا بسم الله، رح افتحهم واحطهم على عيوني. ترى لك صاروا نظارات على عيوني. يلا تجي لك، كيف هيك صارت القصة يا ماما؟ والله في شي غريب بهاي الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم، لك وين اختفت النظارة من الصورة؟ والله هي شكلها كاميرا سحرية، لازم روح اجربها على دادي واعمل فيه شغلات كتير مخيفة. يي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 
الكاميرا الجديدة. صورني خلودة. اهدى عدي. تمام هاي؟ لحظة آخر صورة. بيك سمايل دادي. برافو. تفضل دادي صورتك. جد؟ اي والله عن جد. وشوف شو حلوة كمان. ايه؟ واو. ابيض واسود انا. ايه دادي يلا هاتا. بدي اعمل لك نايس ستاف. كثير شغلات حلوة. نايس ستاف. ايه دادي. يلا نروح نشوف شو هي الشغلات الحلوة. شو بدي اعملها؟ ارجع. والله يا دادي اعمل لك شغلات كثير كثير بتضحك. هات لنشوف هي صورة دادي. كيف بدي احط له لدادي شغلات؟ يه جتني فكرة. رح احط له شوارب على وشه. هلا انا بس حط الشوارب على الصورة، هي الشوارب رح تنتقل على وش دادي. شو هاد؟ ما في شي برنامج واحد يشوفه مثل عالم الناس. شو ها؟ وين طلعت لي الشوارب؟ لك ليكي شو طلع لي؟ لك شو ها؟ ليش هيك؟ كأنه طالع لك شوارب يا دادي؟ لك شو ها؟ شلون ليش هيك؟ والله ما بعرف. لروح ألقي نظرة على دادي. ورجيني لشوف؟ والله شو هالشوارب يا دادي؟ هات لأملك ياهم. خجعتيني شوي شوي. نتفت لك يا عم نتف. انا اسفة بس ليك شو سماك كمان؟ امتى لحقوا يطلعوا لك؟ نتفني هيك لو عاد يقيمه خليني كنت يقيمه بالشفرة. اسفة دادي اسفة. شو بدي حط له لدادي؟ يس لحط له دقن لحية على وشه. والله لخليه بضحك كتير. لحط له دقن بيضة كمان. والله لجننك يا دادي. نروح شوف شو بده يصير فيه. اليوم شو صار لك معي موقعي؟ إذا بقول لك يا لح تجمدي بأرضك. لك شو ها؟ ليش هالدقن؟ شو ها؟ ملك من وين طلعت لك هالدقن؟ ولي اللي رح تخطى. بسم الله الرحمن الرحيم. لك هلا ما كان في دقن. شلون هيك تولد بسرعة دقنك يا دادي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك هلا ما كان في شي على وشك. لحظة شوي رايحة أقوم وأحلق لك ياها. دادي جبت لك شفرة حلاقة تعال. أنا بحلق لك ياها. إيم إيدك. عندي فكرة كتير حلوة هالمرة. لحط مصاري مزيفة بين إيديه وشوف شو ردة فعله. والله لحتى يزعل كتير كتير لأنه هو بيحب المصاري الحقيقية. قول مزيفة نروح شوفه هلا. هات لشوف قديش معي مصاري. شو صار دادي؟ من وين اجوا هدول الوراق؟ عم عد هلا كان معي مصاري عم عد المصاري. ليكي شو صار وهدول تبعات الكانديز هاي. هدول كانديز؟ لك شوفي شلون. هات لشوف. متأكد دادي انه هدول كانديز؟
أولا كانديز تاكلوا ها؟ أي والله بتاكل يا دادي. ما راح المصاري؟ شو بعرفني؟ لا حول ولا قوة. شو هاليوم الغريب هذا؟ ما بعرف، يوم غريب جدا صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. شو ها؟ لكون عم تتخيل دادي ما كان بإيدك مصاري. كان معي مصاري، وين راحي؟ والله ما بعرف. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم رش ملح بالبيت. والله لسه لجننك يا دادي. جتني فكرة، هالمرة لحط له لولي لوب على شكل بطاطا، بيقوم هو بذكره بطاطا حقيقية. يلا روح شوفه. شوية شيبس اتفرج على التلفزيون. تعمل شو ها؟ مصاصة؟ كأنك كنت عم باكل شيبس انا هلأ بشوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شو المصاصة اللي عم تطلع لنا اليوم؟ في شي صاير؟ اي والله مصاصة هاي ما؟ اي والله طيبة والله. خلصت من دادي، هلأ صار دور القطة جولدي. والله لأعمل عمايل فيك يا جولدي. جولدي وينك قطتي؟ دادي شفت لي إياها؟ لا والله ما شفتها. وينها؟ وأنا كمان ما بعرف وينها. ليكني كأني لقيتها. ليكك يا جولدي، عطول ضلي هربي مني وتخبي. ايه؟ يعني أنا شو حرح أكلك لحتى بتضلي متخبية؟ تعي لهون، بدي اياكي عاوزك بموضوع خطير جولدي. تعي لقلك على غرفتي. والله انت التانية هلا حتى اعمل فيكي العماية. جولدي وقفي منيح لاخذك صورة مثل العالم. لك لك مو وقت هلا تلعبي بالشريطة تبع الكاميرا يا جولدي. لك جولدي انا بس بدي اخذ لك صورة حاجة سبتي. لك جولدي يا الله والله جننتني هالقطة. يا علينا. هاتي لنشوف الصورة إن شاء الله تكون زابطة. أوف زابطة الصورة الحمد لله. جولدي إجاكي الموت يا تارك الصلاة. والله لأعمل فيك العماية، أنا أترجيكي. شو بدي أعمل بجولدي؟ شو بدي أعمل له؟ إجتني فكرة، رح لبسها هذا الفستان تبع بابا نويل. والله لتطلع بتفرط الضحك. ياي ما أحلى. هي عطول ما بتقبل تلبسه، هالمرة غصبن عنا رح تلبسه. مجرد ما حطه على الصورة رح يتحول ويصير عليها. يلا نشوفك يا جولدي كيف طلعتي. لحظة أصدقائي، نحن قررنا نربح جوائز لمتابعينا ورح نبلش بتربيح الهاجي واجي الخاص بخلودة. ولحتى تكونوا أحد الرابحين، كل يلي عليكم أنه تشتركوا بالسناب شات وتحضروا يومياتنا وتشتركوا بقناة خالد هوم وتتركوا تعليقات باسمكم وإيميلكم ومن أي بلد عم تتابعونا، وفريقنا رح يتواصل معكم ويوصلكم الجائزة وين ما كنتوا بالعالم. وطبعا بنهاية كل فيديو رح نظهر اسم وبلد المتابع يلي ربح معنا. أول رابحين معنا يا أصدقائي بالمسابقة هنن ياسين وعمر. ياسين وعمر يا أصدقائي هنن من دولة مصر أم الدنيا، وربحوا معنا الهاجي واجي. مبروك عليكم ياسين وعمر، بحبكم كتير. باي. الله هاي خلونا. شكرا كتير، وصلت لي حبا كتير. لك دادي شو صار للقطة؟ ليش هيك لابسة بابا نويل؟ مين لبسها انت؟ لا مو انا لبستها، ما لقيتها الا اجت لابسة بابا نويل. وين خالد؟ ما بعرف اذا خالد لبسها يا ما شفنا. ما عاد تحرك. شو بها شكلها؟ مصدمة. شكلها خايفة. كي ماما لك ليش هيك جولدي لابسة؟ شو صار لها؟ خالدة انت لبستها؟ لا ابدا مو انا. مو هو. شو بعرفني؟ ما بعرف. كومي بدها لبسها يا حسيتي. جولدي شو هاللبس الحلو بابا نويل؟ هاي جولدي. ما احلاها، بس انا مستغربه مين لبسها هيك. ما بعرف اذا خلودة ما لبسها. شو بها؟ ما احلاها بس لعبق لها. هلا يا جولدي رح اعمل فيكي شيء ثاني اخطر بكثير. اسف على اللي بدي اعمله فيكي. هلا بدي احط لها لجولدي هاي الطاقية تبع كمان بابا نويل. والله لا تطلع بتفرط من الضحك. يوم أحلاها طالعة. يلا تعال خلونا نروح نشوف كيف طلع شكلها للقطة.
عرفني خلودة عم نلاقيها لابسة هذا اللبس الغريب. ماما عادي يعني لا تحمليها كثير، يمكن هي القطة لبستها لحالها. بس والله كثير كيوت وأحلاها جول بيجا الحلو. ما تبني ما تبني إلهي. هلا بدي اقعد حول جولدي لقطة سودا بدل القطة الشقرة لنشوف كيف بده يطلع شكلها. رح احط هذا القناع على وشها ونروح نشوف هلا لجولدي كيف بده تصير. جايك يا جولدي. واو يا جولدي عجبك القناع؟ لك ليش هيك هريتي؟ لسا قاعد عم حطه على الصورة السحرية. يلا طلع كتير حلو عليكي. خلص يلا روحي، خلص دورك. هلا بدي اقعد بلش باخي كميت، صار دوره. اخي كموته سامحني على اللي بدي اعمله فيك. ايه يعني انا بس عم بتسلى والعب، لا تخاف ما حاعمل لك شغلات كتير تزعجك. يلا تضحك لاخذ لك كم صوره. يلا كموته يوبسني هلبس انا. برافو. ايوه يا عمري يا كموته زعجتك. يلا بس اخر صوره. واخيرا صار عندي صوره لكموته. كموته لا تسال شو رح يصير فيك. يلا باي. رح احط له هاي النظارات يلي على شكل نجمه لاخي كموته وخليهم يطلعوا على وشه، اكيد كثير رح يحبوا. يا عمري يا كموتي تعال نشوف شو بدنا نطعميك. هاي كموته كموته يا روحي. هاي لك شو هاد العوش كموته؟ لك من وين اجوا هالنظارات؟ والله حلوين. يا عمري الكول انا، يا عمري الكول. خليني املك ياهم ان شاء الله بيقبشني الكيوت. هلا لحمله لاخي كوميت هاي العصا السحريه يلي عليها نجمه. يقبشني كموته اكيد اكيد رح يحبها، شكلها كثير حلو. لك كمان عصا سحريه؟ يا قلبي انا شو عم يصير معك؟ يا عمري ما عجبتك العصا السحريه؟ هاتا هاتا. والله غريبة من وين عم تجي هالشغلات علي وعلى دادي وهلأ دور كموتة؟ شي كتير غريب. والله هي الردادية كتير حلوة إذا بحطها عليه، وماما كتير رح تتفاجأ وقت تشوفها طلعت عليه ولونها أزرق كمان. لا يا روحي كموتة يلا الحليب جاي. يي ردادية من وين هي كمان إجت؟ لا هيك شي كتير مو طبيعي اللي عم بيصير اليوم. والله الموضوع صار كثير مرعب وزاد عن حده. شو القصة؟ هلأ صار دور ماما، وماما كثير بتحب الخواتم فلح حط لها خواتم على صورتها. لح حط لها 3 خواتم كثير لح تنبسط فيهم، بس أكيد كمان لح تتفاجأ وقت تشوفهم طلعوا على إيديها. يا ماما شو كيوت. يا ربي شو بدنا نعمل اليوم؟ طبخة وناكلها؟ شو بدنا نساوي؟ والله شو بحيرة الأكل. شو هاد العقدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم من وين إجوا؟ شو هاد؟ هلا ما كان في بإيدي شي. يا علينا من وين إجوا هدول؟ غريبة. رح حط لها هلا لماما هاي البرجر المزيفة، هلا بتفكرها حقيقية وبتاكلها يوم بتكسر أسنانها. لا شوف شو ردت فعلها. الولدانة هاي خواتم لأولاد صغار. برجر من وين اجت هاي البرجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله شكلها طيبة. بلاستيك؟ بسم الله شو هاد؟ والله مو طبيعي اللي قاعد عم يصير معنا اليوم، شي كتير غريب. لازم روح شوف دادي وخبره. لك دادي قوم في، مو طبيعي اللي عم يصير معنا. من شوي طلع لك دقن وشوارب وشو بيعرفني، وانا عم يطلع لي قصص كمان. وكميت يا عمري ما صار في شيء ما طلع عليه، لازم نعرف شو القصه ليكون في حدا عم يعمل لنا سحر بالبيت. بتعرفي انا كنت عم فكر في هاي القصه، كنت عم فكر بنفس اللي عم فكر فيه. نفس الشيء انا بدي نام قلت لحالي بس قاعد عم افكر. انا بدي قصتي اذا مو خالد شلون خالد بده يعمل؟ ما بعرف بس في شيء ورا. طب تعال روح لعنده شوي. قوم نشوف شو عم يعمل. مو طبيعي اللي عم يصير معنا. والله ما في غيره لهالخلود. تعالوا نشوف شو عم يعمل. دادي شوي شوي لا تحسسه. تعال تناوق تناوق عليه.
يا والله لجننكم واحد واحد. دادي شفت اللي شفته؟ شفت اللي شفته يا دادي؟ هذا شكله هو اللي عم يعمل هي. قمشته. ولا خاله؟ شلون هيك عم تقمش؟ شو عم تساوي؟ كأنه هذول صورنا؟ دقيقة خالد صورنا. مو انا اللي عم بعمل هيك. مين لك؟ هذا 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 اخي كوميت. كوميت اللي عم يعمل هيك. هذا كوميت؟ ما في غيرك. شو عم تعمل بالصور؟ لا خلوه يعترف والا. لك يا ماما ما في شيء. كل القصه انه انا عم صوركم وعم لون على صوركم. عم لونها وعم لها صور حلوه. بس خليه يعترف لشوف. هذا اللي عم بيحكي مو صح. اعترف خالد. إذا ما بتحكي شو عم تقول بضل قاعد بغرفتك ثلاث أيام. خلص رح أحكي الحقيقة. هات لشوف شو الحقيقة. خلوه كل القصة إنه هاي الكاميرا طلعت سحرية. يعني شو ما بتعملوا بالصور يلي بتاخذوها بقلبها بتصير حقيقة وبتطبق عليكم أنت ودادي وكمان. يعني هاي الكاميرا سحرية؟ كاميرا سحرية. وشو ما بتعمل بالصور بيصير علينا على الحقيقة؟ لك شو هالكاميرا هاي؟ هاتي لشو دقيقة معناها؟ معناها شو بدنا نعمل يا دادي؟ بدنا ننتقم منه. ولي على قامتي وقعت. بدنا ننتقم منك خلوده. تعال هون دادي. يلا طقله صورة. تعال لازم مش نكون مبين اكيد. تعال إلا لا خلوده. صورة 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 مرتبة. وخا شو هاد؟ والله هلا نعمل فيك العمايل يا خلوده. دادي شو بدنا نعمل فيك لخالي؟ هلا انا اذا كنت نزلك وطلعت بنزلك وطلعت بنزلك وطلعت دادي برمو خليه يدور بارضه. دوران ياي لا 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 بدوخ طي داخ 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 لا 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 بدوخه. وانا دادي هات انا بدي اعمل فيه شغله. يلا دوري. احمل لي اياها لقلك للصوره. وهي احلى كف لخلوده. او ماي جاد. شو دادي حاشته؟ حاشته عذاب؟ لازم نكسرها للكاميرا. نحن ناقصنا ما اجت كاميرا وما بعرف شو. بدنا نستخدمها لشغلات حلوه. خبيها بالغشيش تبعنا. قلت لك ما لازم نخبيها عشان ما بقى يعمل فينا شغلات. يلا قوم قوم. استاهل خلوده. قوم افراج يلا قوم. والله لحط له زميره هلا. دادي حط صورته لشوف. وهي زميره. بتستاهل عملت عمالك فينا اليوم خلوده. لكن انا تعمل فيني هي؟ وكان انا وكوميتو والقطه يا عيب الشوم. تعرف شو جعبالي اخذ هي الكاميرا وانت امكم انت بتحكي تحكم فيكم. لا بما انها كاميرا سحريه. وهيك يا جايز بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. ولا شو بنقول لكم؟ باي.